شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر، وشكرا للكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي. الزملاء الاعزاء الذين يتواجدون الان في استوديو اس اس سي، الكابتن القدير الكابتن محيسن الجمعان، الكابتن مناف ابو شقير، والكابتن احمد عفيفي، وتحيه لمراسلنا من ارضيه الملعب الزميل العزيز خالد العرافه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي اعزائي احبائي في كل مكان، طيب الله اوقاتكم بكل خير. في واحده من اهم مباريات كرة القدم السعودية هنا في دربي من دربيات الرياض، هنا النصر يستضيف نادي الشباب، النصر من أجل مواصلة الزحف نحو القمة ومطاردة المتصدر الاتحاد بثلاث نقاط، والشباب من أجل حفظ مرمى الكرة عند حسان تومبكتي، ينقل في الجانب الأيسر متعب الحربي عالية الكرة محاولة الوصول، يمكن هنا الضغط السريع، سلطان الغنام ورونالدو، سلطان الغنام ورونالدو في اللقطة الماضية، كارلو جونيور مع الكرة جونيور، يا لعيب يا لعيب، وجوانكا لسه الضغط شبابك مع الكرة، جوانكا وسع، جوانكا خطير خطير خطير، ولكن في النهاية سهل رحمن غريب 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 غريب، لعب الكرة حلوة، رونالدو رونالدو لتاليسكا حسان من غريب، لمسة في الجانب الأيسر إلى البرازيلي جوستافو، عرضية في خطورة، كارلوس جونيور، كارلوس جونيور قبل كريستيانو يحط راسه ويطلعها لخارج الملعب، ركنية أولى من نصيب النصر، رونالدو كيران وكذلك جمهور الشباب، عدت الكرة، عدت المحاولة، علي الحسن هنا الخطورة، الإبعاد مرة ثانية، هو سانتي مينا ولكن صافرة من الإيطالي دانيال أورساتو، خطأ ضربة حرة لمصر إلى ألفارو، تمريرة طويلة من ألفارو إلى كريستيانو، استلم الكرة كريستيانو، كريستيانو وحسان واحد لواحد، راية مرفوعة، تسلل على صاروخ ماديرا، ضربة حرة غير مباشرة، رونالدو التوقيت الاتحاد والباطن، اتلعبت الكرة، هنا التمريرة لجوستافو، عرضية عالية، محاولة عند ترى لغريب، غريب غريب، مرة ثانية جوستافو، غريب مرة غريب لرونالدو، كريستيانو، رونالدو رونالدو، عدى رونالدو، ولكن اياغو سانتوس حط جسمه من امامه وضغط ومطيع الكرة الى واحدة عالية عند رونالدو، الضغط مرة ثانية، وهنا المحاولة كارلوس جونيور، والى ركنية، رونالدو كريم في اللقطة اللي فاتت، رونالدو كريم مع تاليسكا في اللقطة، لمسة على الأرض المتعب الحربي، متعب متعب متعب، يسدد متعب، والمرة دي روسي يطلعها إلى ضربة ركنية حلوة ومباغتة من متعب الحربي في اللقطة الماضية، ولكن روسي أرجنتيني، هل أرجنتيني الشباب أم أرجنتين النصر، جوانكا وروسي، رحلها روسي، لكن الشبكة عايزة كورة جوانكا، الشبكة عايزة كورة جوانكا، والشباب يتقدم بالهدف الأول عن طريق كريستيان جوانكا، هنا اللمسة من بانيجا إلى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس إزاي، الثاني يا لعيب، لسه ما كملتش كلمتي، لسه ما كملتش كلمتي، قلت لك لعيبة وسط الملعب بيلاقوا بعض، عاملين جيب كبير يقدم أداء رائع إلى الغنام، الغنام مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى، سلطان الغنام، سلطان الغنام كان قريب من الهدف الأول ولكنها مرت على يمين كيم جونج سيو، شوف هنا الهروب من سلطان الغنام، هنا الكرة من علي لجامي إلى فواز صدور، يلعب لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسة للحسن لتاليسكا، يقلص الفارق والهدف الأول للنصر، تاليسكا هو اللي يسجل الهدف الأول لتشتعل المباراة 2-1، خمسة إلى سلطان الغنام إلى تاليسكا، تاليسكا يلعب الكرة العالية، تاليسكا مش لحد خالص، هي إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، يجيب في الشباب هو حسين القحطاني، ضغط عليه تاليسكا، تاليسكا يا راجل يا راجل، رونالدو كان كريم معاك، رد له الهديه، نزلت لمتعب الحربي لجوانكا بكعب القدم الى سانتي مينا لالفارو، وسانتي مينا يسدد والى ركنيه، ركنيه من نصيب نادي الشباب، الى سلطان الغنام الى الحسن، خطيره 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 خطيره، خطيرة.
عاد النصر، عاد النصر من الخدام إلى الحسن إلى غريب، النصر يعود في المباراة. كريستيانو عرضية إلى تاليسكا، لسه الخطورة. كارلوس جونيور وحلوة من كارل الغنام، وهنا السقوط اللي مرر الكرة إلى جوستافو على الأرض لرونالدو. رونالدو صاروخ مانيرا، الثالث للنصر. كريستيانو رونالدو، 3-2-1، كريستيانو نمبر 1. يا سلام. النصر عاد النصر بهدف قبل نهاية الشوط الأول، لكن الضغط من فواز مع كريتشوبياك، لكن هنا المحاولة من كريتشوبياك، هنا عبد الرحمن غريب، وهنا غسلان كوناك، وهنا صفارة. خطأ ضربة حرة، وأمامنا اللي واقع هو غريب، وهذه الكورة على الأرض مرة ثانية. كوانكا لكارلوس جونيور، يا راجل التعادل بيضيع على الشباب. كارلوس جونيور يحطها، لكن طيب عندنا كرة أولى نصراوية، أرضية خطيرة أمام المرمى أرجنتيني روسي، هنا كرة نصراوية خطيرة وفرصة، ضاعت الكرة الأولى لدى النصر. عندنا كرة نصراوية الآن خطيرة، ومحاولة من جانب كونن، وخطيرة للطايم بنزا، وكرة أمام المرمى، الفارو يخطف الكرة. كريستيانو مر كريستيانو، وكرة يحاول في أمام. يا سلام، يا فنان، يتقدم في كرة ويحاول، لكن هنا كرة أمامية وسريعة وانطلاقة، وعلى الجهة اليسرى أرضية بعيدة. بينطاي وحضور جماهير كبيرة أيضا، هنا كرة وانطلاقة سريعة، لكن عند سعيود يتقدم سعيود لموسونا، وكرة لموسونا في محاولة من جانب غريب، يمر غريب، خطيرة نصراوية، فرصة خطيرة، وبالقدم اليسرى بعيدة جدا من جانب عبد الرحمن غريب. بنزا يلعب كرة، بنزا موسونا، وتمريرة موسونا، وعادت لموسونا، خطيرة للطاي، وتمريرة لمبنزا طويلة على كرة لكريستيانو، وعلى اليمين انطلاقة وعرضية الغنام، ثم لعبد الله الخيبري، تاليسكا، وتقدم تاليسكا، تمريرة لم تكتمل والعرضية حاضرة وخطيرة من راس، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج لسعيود، راح سعيود، انطلق سعيود، يتقدم سعيود، وحكم المباراة سيد عبد الله الخربوش يمنح بطاقة صفراء. سعيود يلعب العرضية، ومحاولة خطيرة للطائي أمام كونن، يعيد للخيبري، محاولة وتمريرة جميلة طويلة جدا، وتاليسكا يلعب العرضية، وكريستيانو لسعيود، يمر سعيود، خطير وفنان وسريع ومهاري، ويكسب خطأ مرة أخرى في وسط الملعب، خطأ لمصلحة سسرة، انطلاقة لغريب، محاولة لغريب، وغريب عرضية، وكرة خطيرة، صار حرزان يمرر تمريرة جميلة، وحرزان عرضية، وخطة أمامية وخطيرة، وكريستيانو وكرة لبراكا، أمام البرتغالي، والعرضية حاضرة الآن، وبراغا يتداولات للنصر، وانطلاقة سريعة، وكرة خطيرة، وفرصة، وراسية غريب إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى لكونن، الإنفواني على اليسار، يرسل كرة أمامية للطائي، يا سلام، وكرة لموسونا، سعيود يحاول، كرة من جديد نصراوية لكريستيانو، وكريستيانو يتقدم، والتصويب اصطدم، يا سلام، وعرضية، وكرة، وخطيرة، رمية
شاربي رميت للأجامي، عرضية للأجامي وبرادة من بنزا خطيرة للطائي وكرة لموسونا وموسونا على جهة اليسرى الآن كريستيانو لغريب تمريرة ناجحة وغنام إلى جانب تاليسكا يمرر لتاليسكا والتصويبة منتظرة والأربعين وكرة لسلاهم على اليسار فرصة وتضية منتظرة يلعب كرة قصيرة لغريب ثم لكونان وكرة نصراوية موسونا ضيع الكرة موسونا عاد وتحصل عليها والتمريرة والتصويبة بالقدم اليسرى بعيدة بعيدة من الكرة لسلاهم والتمرير عرمية من السلام طويلة وعرمية غنام ينتظر يمرر للسلاهم والكرة للغنام مريعة نصراوية تاليسكا يحاول يمرر لكريستيانو تصويبه والكرة قوية وصلت للسلاهم يمر السلام وتصويبة ضعيفة صدمت الكرة وراحت عند السلاهم والمحاولة ما زالت نصراوية والسقوط على أرضية الملعب وحكم المباراة الآن يمنح كريستيانو بطاقة هل تستدعي أن يكون فيها ضربة جزاء قرار عند الخربوش والحكم يشير إلى ماذا يشير إلى ضربة جزاء من دون شك يتقدم الآن كريستيانو لا يمكن أن يضيع لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات كريستيانو يتقدم للنصر بالهدف الأول حط الكرة على يمين براغا وتقدم النصر يلعب الكرة لغوستافو سلاهم عرضية تقدم والغنام على اليمين الغنام يلعب كالعادة كرة لتاليسكا والتمريرة ومرور وكرة وفيها مخالفة لكريستيانو فرصة للدون مر كريستيانو ومر الكرة خطيرة غريب يمرر لغوستافو وعرضية راسية إلى الأمام ينتظر يمرر لكونان عرضية من كونان تمريرة بينية وانطلاقة سريعة وعرضية راسية ينتظر ثم تمرير على جهة اليسرى لنواف عرضية نواف وصيف الدوري وكل عندنا فيها محاولة غوستافو عرضية تاليسكا مع الغنام يلعب العرضية الغنام إلى جانبها ويز غوستافو يلعب الكرة العرضية والدقيقة 69 موسونا موسونا على الطرف الأيمن انطلاقة سلام تمريرة أرضية وقسريعة ومحاولة مرور مرور ناجح وتمريرة مدرب الفريق عند الخيارات دائما وعند القرار عندنا أرضية وأيمن يحيى تغييرين دفعة واحدة وكرة أرضية وخطيرة جدا خطيرة للطائي لكن مبنزا أمام تغطية محاولة للطائي من الثابتة والعرضية حاضر عبد الوهاب جعفر مر ولعب كرة تمريرة جميل الطائي على مستوى خط الدفاع عندنا كرة فيها تمريرة بينية والدوري والنصر عنده مقابلات أيضا مهمة هنا كرة أمامية سين جاسن يا خطف كرة تاليسكا وكرة تاليسكا لا يمكن